في زمن الحرب الوصول لأروقة المستشفيات فقط ترفيه بحد ذاته، فكيف إذا تم العلاج والشفاء؟ في الداخل تشاهد أجسادا نحيلة لأطفال تعبوا من الحياة قبل معرفتها، حتى يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي. هم جزء صغير ليس إلا من 17 مليون يمني يعانون منه بحسب ما أوردته الأمم المتحدة، والتي أضافت بأن اليمن أصبح واحدا من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي خلال عامين ونصف من الحرب، فكيف في حال استمرارها؟ بيان لمكتب الأمم المتحدة بصنعاء قال إن من ضمن أسباب هذا التدهور الشديد بالأمن الغذائي أن واحدا من كل 4 يمنيين فقدوا القدرة على شراء الأغذية ويعيشون في فقر مدقع، وأن 70% من العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم فقدوا وظائفهم بسبب الحرب المستمرة، ولم يعودوا باستطاعتهم تغطية احتياجاتهم الضرورية أو التي تساعدهم على البقاء أحياء. تشتد إذن فصول الأزمة، بينما تستمر المنظمات الإغاثية بقرع جرس الإنذار الذي يستمر صوته بالعلو أكثر دون استجابة كبيرة وإدراك من العالم لخطورة الوضع الحالي في اليمن. فكيف يمكن للمنظمات الإنسانية والتي تعمل بشكل محدود تغطية كل هذه الاحتياجات الضرورية والعاجلة للشعب اليمني؟